في سوق السمك حي الفرح المعروف بسوق جمال، وتحديدا في مدينة العيون، تتعدد أنواع السمك بكل أشكالها وأنواعها. ومع حلول شهر رمضان يعرف السوق إقبالا كبيرا من قبل الزبناء الذين يفضلون تواجد هذه الوجبة الغنية بالبروتينات في مائدة الإفطار. خلال هذا الشهر المبارك رمضان الكريم كيكون إقبال كبير من طرف المستهلكين من أجل شراء المواد اللي يحتاجها المواطنين في الاستهلاك. خلال هذا الشهر كاين وفرة جميع المواد الاستهلاكية في جميع الأسواق في مدينة العيون. البعث في السوق يؤكدون ارتفاع أسعار السمك مع ارتفاع الطلب عليه خلال الأيام الأولى من هذا الشهر المبارك، لكنها سرعان ما تتراجع إلى مستوياتها الطبيعية بعد الأسبوع الثاني. بالنسبة للأثمنة ديال الحوت هاد الساعة كاين شوية كاين الثمن. الأثمنة الحمد لله غادا إن شاء الله من القدام راه غتبدا غادا وكتزيان، وغادي يبدا إن شاء الله غادا يرجع كل حاجة ترجع لمجاريها. الإقبال الكبير على هذا السوق يعود بالأساس إلى العرض المتنوع لجميع الأسماك الطازجة التي تلائم جميع الأذواق، والتي تعرف إقبالا من طرف ساكنة مدينة العيون بشكل خاص والأقاليم الجنوبية عموما.